شو يعني تقييم حيوية الجنين قبل الولادة؟ يعني شلون بدنا نعرف الجنين إذا كان وضعه كويس ولا لا قبل ما يولد؟ هذا هو بالعنوان. إذا تقييم حيوية الجنين قبل الولادة بدنا نعرف هل الجنين الموجود جوا وضعه جيد ولا مو جيد، يعني ممكن يتحمل مثلا مخاض ولادة أو ممكن ما يتحمل ولازم ننهيله الحمل. إذا هذا هو معناه تقييم حيوية الجنين قبل الولادة. طيب شو الأساس الفيزيولوجي لاختبارات صحة الجنين؟ نحن عنا اختبارات هلا بنحكي فيها، هاي الاختبارات بتعطينا فكرة عن حيوية أو صحة الجنين. طيب شو الأساس الفيزيولوجي اللي خلانا نخترع هاي الاختبارات؟ الأساس الفيزيولوجي بتعتمد على أساس إنه الجنين يستجيب على نقص الأكسجة المزمن. شلون بيستجيب؟ بتغيرات فيزيائية حيوية متتالية ومعروفة. شو معنى هالكلام؟ يعني الجنين اللي عم يتعرض لنقص أكسجة بده يغير، مو هيك؟ بده يتكيف. فنحن بنعرف هذا التسلسل، مثلا بالبداية تنقص حركات الجنين، فبعرف أنا أساته بمرحلة التكيف. بضل إذا ضلت المشكلة موجودة ممكن تغيب حركات الجنين، فبعرف وقت بتغيب حركات الجنين إنه وصل لمرحلة انكسار المعاوضة. تمام؟ إذا هذا هو الأساس الفيزيولوجي لهاي الاختبارات. ليش فكروا إنه يعملوا هاي الاختبارات؟ مشان لأنه نحن بنعرف إنه الجنين وقت اللي بيتعرض لنقص أكسجين مزمن رح يستجيب بتغيرات فيزيائية حيوية معروفة من قبلنا. نحن بنعرف شو بده يصير معه هذا الجنين، فإذا أنا تركته الجنين اللي ما بقى خفت عنده الحركات، إذا تركته رح تغيب الحركات لأنه أول شيء كان عم يعاوض، بعدين شو صار فيه؟ انكسرت المعاوضة. طيب في عندي هذا هيك بس من باب الاطلاع، بس مشان تعرفوا شو التسلسل اللي بيصير. هذا جنين مثل ما انتم شايفينه، هذا متعرض لستريس، متعرض لشدة. شو هي الشدة؟ خلينا نقول هون نحن القصور المشيمة، يعني هذا الجنين اللي بيتعرض للقصور المشيمة. بس الجنين تعرض للقصور المشيمة شو راح يصير فيه؟ عنده عوز غذائي مع عوز مع قصور تنفسي. مو المشيمة شغلتها هي نقل الغازات والمواد الغذائية، وقت اللي بيصير قصور مشيمة راح تنقص المواد المغذية، بالإضافة راح التبادل الغازي تبادل الغازات ما راح يكون بشكل نظامي. طيب هذا الجنين اللي عم يتعرض لهي الشدة صار عنده عوز غذائي بالإضافة للقصور التنفسي، بداية قصور تنفسي، بده يستجيب ولا ما بده يستجيب؟ طيب الإنسان العادي، الإنسان البالغ وقت اللي بيصير عنده مثلا نزف شو بيصير عنده؟ بيعاوض. تمام؟ حتى الجنين بيعاوض، بيتكيف، بيحاول يتكيف. فإشو التكيف اللي بيصير؟ أول شيء بيصير في عنده استجابة بدئية تكيفية. شو بده يعمل؟ بيقلل من معدل النمو بشكل عام، بيقلل معدل النمو. ليش؟ ما في مواد مغذية كافية عم توصله لحتى ينمو بالشكل النظامي، المواد الغذائية، فبيقلل من نموه قدر الإمكان. هاي بنسميها الاستجابة البدئية. ضلت المشكلة موجودة فبينتقل للاستجابة الثانوية. شو بيعمل الجنين بالاستجابة التكيفية الثانوية؟ مثل ما نكون شايفين، أول شيء بده يحافظ على الطاقة قدر الإمكان، بده يحافظ على الطاقة الموجودة عنده. شلون بيحافظ الجنين على الطاقة قدر الإمكان؟ بخفف حركة. هلا نحن وقت اللي بنتحرك أكيد بنصرف حريرات وبنصرف ATP وبنصرف ما بعرف هالحاجة، هذا الجنين بخفف حركة حتى يحافظ على الطاقة قدر الإمكان. قلب الجنين في شغلة مميزة، في شيء اسمه ارتكاسية. هلا أنا وقت اللي بمشي هيك شو بيصير بالنبض عندي؟ طيب الجنين نفس الشيء، وقت اللي بيتحرك بتسرع قلبه، فهذا اسمه ارتكاسية، ارتكاسية القلب. هاي الارتكاسية بتصرف طاقة، مو هيك؟ كمان بقلل من الارتكاسية مشان يحافظ على الطاقة قدر الإمكان. إذا هاي الاستجابة الثانوية، أول شغلة الجنين بده يحافظ على الطاقة. الشغلة الثانية بده يصير في شيء اسمه إعادة توزع دوراني، وهي معروفة من قبلكم. شلون هاي إعادة توزع الدوراني؟ إيه؟ في شيء اسمه أعضاء نبيلة، دائما الدوران بده يروح على الأعضاء النبيلة. شو الأعضاء النبيلة عند الجنين؟ شو بده يصير بالمقاومة الوعائية بالدماغ؟ بدها تقل حتى تسمح بالجريان الأكثر، بالتروية الأكثر.
بالمقابل المقاوم بالمحيط شو بده يصير فيها؟ بدها تزيد التروية بالمحيط على حساب نقصان على حساب زيادة التروية للدمام. تمام؟ إذا هون الشغلة الثانية بالتكيف اللي بصير هي إعادة توزع الدوران، وبالتالي بتنقص المقاومة الوعائية بالشرايين الدماغية، بالمقابل بترتفع المعوقة بالأورتيك بالأبهر بالشرايين السرية. طيب كمان شو الشغلات اللي بتصير بنعتبرها أسم الاستجابة الثانوية؟ هلأ في جنين نمو عم يستهلك طاقة ونمو المشينة عم يستهلك طاقة، بصير الجنين بفضل نموه هو على حساب نمو المشيمة. شو كمان بصير؟ بصير عند الجنين بصير عنده بولي ثايسينيا، بصير عنده فرط حمر، بزيد انتاج الكريات الحمر مثل المدخنين، هذول بيدخنوا كتير بينقص عندهم الاكسجين، فالجسم شلون بيعاود؟ بيعاود بفرط الكريات الحمر. طبعا لساتنا هون ضمن الاستجابة التكيفية. تمام؟ طيب إذا ظلت المشكلة موجودة والقصور المشيمي موجود ونحن ما أنهينا الحمل، بدنا ندخل بقى بمرحلة اسمها انكسار المعاوضة. انكسار المعاوضة هون بقى ممكن نوصل لمرحلة الهايبوكسيا، نقص الأكسجي. وصلنا لمرحلة نقص الأكسجي، وهذا ممكن يتطور لحماض تنفسي بعدين لحماض استقلابي. شو الشغلات اللي ممكن تصير كمان هون؟ يعني بدها ترتفع المقاومة بدها ترتفع المقاومة المحيطية أكثر وأكثر، يعني بدها ترتفع المقاومة وين؟ بالشرايين السرية عند الجنين. وقت اللي بترتفع المقاومة بالشريان السري عند الجنين، نحن بالحالة الطبيعية الجنين في عنده جريان انقباضي وعنده جريان انبساطي بالشرايين السرية، وهذا نحن بنكشفه بالدوبلر. كل ما زادت الشدة الجنينية، أول شيء بيغيب الجريان الانبساطي، أول شيء بينقص، بعدين بيغيب، بعدين بينعكس، هاي المراحل الأشد والأشد. تمام؟ إذن وقت بتنكسر المعاوضة بترتفع المقاومة بالشرايين السرية، بس ارتفعت المقاومة بالشرايين السرية أول شيء بينقص الجريان الانبساطي، بعدين بيغيب، بعدين بينعكس. وطبعا هاي العلامات نحن بنكشفها بالإيكو دوبلر مشان نعرف الجنين هو بأي مرحلة. شو رأيكم بالسائل الأمنيوسي شو بده يصير؟ أكيد وقت اللي بحكي على القصور مباشر بيخطر لي الشح. طبعا الشح بده فترة لحتى يصير، ما بيصير بشكل مفاجئ عند هذول، بيصير بالتدريج. تمام؟ شو الشغلات الكمان الثانية بتصير؟ هلا هون نقصة الحركات، هون شو بده يصير؟ فقدان الحركات، خلص الجنين ما بقى في حركة، كان في هون نقص بالارتكاسية، هون شو بده يصير؟ في غياب بالارتكاس، غياب ارتكاسية القلب. هلا بنعرف شو معنات الارتكاسية والتغيرية، بدها تظهر هون عند الجنين شيء اسمه تباطؤات سيئة الإنذار، التباطؤات المتأخرة كمان هلا بنحكي عنها. إذا استمر الجنين جوا بهالوضع هذا أكيد بالأخير بده يوصل لمرحلة النزاع والموت. تمام؟ إذا هي بشكل عام هذا الجنين اللي عم يصير عنده قصور مشيمي عم يمر بهالتكيف الأولي والثانوي، بالأخر شيء راح يوصل لشيء اسمه انكسار المعاوضة. فهلا أنا وقت اللي قلت إنه أساس هاي الاختبارات، شو الأساس الفيزيولوجي لهاي الاختبارات؟ مثل ما نكون شايفين إنه هذا الجنين عم يستجيب لنقص الأكسجي بتغيرات مثل ما نكون شايفينها، بتبدأ بالتكيف وبتنتهي بانكسار المعاوضة. فإذا أنا وصلت لمرحلة الشح الأمنيوسي معناتها وين أنا؟ انكسار المعوضة، انكسار، مو هيك؟ إذا وصلت لمرحلة التباطؤات وغياب الارتكاسية وغياب التغيري معناها وين أنا؟ مفهومة شو الفكرة؟ فنحن طالما عم نعرف إنه الجنين عم يمر بهالمراحل هاي، فاخترعنا هاي الاختبارات لحتى نعرف بالضبط الجنين بأي مرحلة. بس هل هذه قاعدة مطلقة؟ لا. الجنين اللي صار عنده فكاك مشيمي حاد، شو صار في عنده؟ بده يمر بهالمراحل؟ لا. دغري بيموت. تمام؟ هون عم نحكي عن المزمن، عم نحكي على المزمن. فنحن اختبارات حيوية الجنين قبل الولادة، لسه الجنين هذا لسه ما تعرض لمخاض. تمام؟ فهي الاختبارات نحن بنعملها قبل الولادة. نحن بشكل عام بنشوف صحة الجنين إما قبل الولادة أو أثناء المخاض. في عنا جهاز اسمه المرقاب الجنيني، هذا مثل تخطيط القلب عند الكبار، هذا التخطيط بنحطه على بطن المريضة وهذا بيرسم لي مخطط للجنين. هلأ بنحكي فيه. طيب هلا شو الهدف من اختبارات صحة الجنين؟ اكيد الهدف انا بدي احدد الاجنة اللي ممكن يصير عندها مشاكل، اللي ممكن يصير عندها اختلاطات او تموت اذا تركتها، هذا هو الهدف. بدي نقي الجنين الكويس من الجنين المو كويس، هذا هو الهدف من الاخير. ماشي؟ طيب شو المساوئ؟ هي الى مساوئ هاي الاختبارات، مشكلتها بعدم الدقة تبعتها. يعني
في شيء اسمه إيجابية كاذبة وفي شيء اسمه سلبية كاذبة. مشكلة إيجابيتها الكاذبة شوي عالية. يعني شو الإيجابية الكاذبة؟ يعني أنا ممكن لاقي نتائج سيئة وأتدخل بس بالأصل الجنين ما يكون في شيء. والعكس ممكن يكون في نتائج سلبية كاذبة، يعني لازم أتدخل وما أتدخله. فهي مشكلتها بارتفاع الإيجابية الكاذبة والسلبية الكاذبة. شو الاستطبابات؟ مين هدول المريضات اللي نحن بدنا نشوف حيوية الجنين عندهم؟ مشان ما تعذبوا حالكم، كل الحمول عالية الخطورة. كل شيء اسمه حمل عالي الخطورة يفضل انه تنحط، يعني ينعمل لهم هدول الاختبارات. مين هن عالية الخطورة؟ كل شيء درستوه بالمحاضرات السابقة، بعد المحاضرة 7 يمكن، اسمه حمول عالية الخطورة. يعني مخاط باكر، يعني برون، تمزق الأغشية، حمل المديء، تأخر نمو الجنين، أمراض الضغط، فقر الدم، الشح، كل هاي تعتبر حمول عالية الخطورة. طبعا يعني كل وحدة كلها تشخيص من هذا التشخيص له طريقة معينة، بس نحن ممكن نستخدم هاي الاختبارات عند هدول، عند هدول، تمام؟ بس مو شرط كل المريضات السكري خلاص نحطهم على NST ويلا مفهوم. فأنا ممكن استخدم هاي الاختبارات للحمول بشكل عام اللي اسمها عالية الخطورة. طيب شو هني وسائل تقييم حيوية الجنين؟ في وسائل بسيطة هاي الكل بيعرفها، منطلب من المريضة تعد حركات الجنين. بتا هاي شغلة صعبة، من اللي عدي حركات جنين خلال 24 ساعة أعطوها ورقة، خلي كل حركة تعمل مزقة شوي، بتجيك الورقة بتعرف انه تحرك الجنين 10 مرات تعرف انه الجنين كويس. طالما في حركة فغالبا الجنين كويس. طبعا بتنبه المريضة اذا بلشت تخف الحركة انه تراجع الطبيب، واذا وقفت الحركة اسا اخطر واخطر، لازم تراجع مباشرة. مفهوم؟ هاي اول وسيلة. هاي ما وسيلة قلبية، هاي وسيلة سهلة جدا، بتعلموها لكل الحوامل وخاصة بالأشهر الأخيرة. الحمل المديء من اللي عدي حركات الولد، إذا ما عندنا هاي الأجهزة عدي حركات. أنا كل مريضة عندها نقص بحركات الجنين أنا بقبلها للدراسة، بدرسها، بعملها دراسة، ما ببعتها على البيت. فنقص الحركات مؤشر أنه أول شيء بتنقص، بعدين شفتوا شلون بتغيب، بعدين الجنين بيدخل بانكسار المعوضة. إذا أول نمط لتقييم حيوية الجنين أو أول طريقة هي عد الحركات، ما بدها لا جهاز ولا شيء، بس مجرد تعليم للمريضة. الوسيلة الثانية مثل ما انتم شايفين في شيء اسمه الوسائل القلبية. هلا بلش الشغل. الوسائل القلبية في عندي انا اختبارات بعملها للجنين هو وبطن امه، هاي تعطيني فكرة جيدة عن وضع الجنين جوا. اول اختبار واشيع اختبار واسهل اختبار اسمه الـ NST او نانو ستريس تيست، اختبار اللا شدة. من اسمه هو اختبار لا شدة، يعني انا تارك الجنين على حاله على وضعه، ما عرضته لشدة وشفته شو استجاب، لا، أنا تاركه على وضعه ضمن بطن أمه وعملت له هذا الاختبار، بدي أشوفه هذا الجنين كويس عنده مشاكل ولا ما عنده مشاكل. من خلال شو هذا الاختبار؟ نحن مثل ما قلنا في عنا جهاز اسمه مرقاب جنيني. طبعا ضليت 5 سنين حارب لحتى يدخل هذا الجهاز المنظمات اللا إنسانية بالمشافي لجابته، ما لسنة تقريبا جايبته بعد الإلحاح الشديد انه تجيب هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز روتيني في كل دول العالم، كل دول العالم عندهم جهاز تخطيط قلب جنين، هذا من اساسيات المشافي، يعني ما في مشفى نسائي بدون هيك جهاز. يعني مثل بدك تقول مشفى قلبي ما في جهاز تخطيط قلب، هذا اسمه مشفى. فكانوا ما يستجيب، ما يردوا علينا بالامر السهل، بالاخير غصب عنهم صاروا يجيبوا لنا هاي الاجهزه. طبعا بكل محرر ما في جهازين او ثلاثه، يعني حتى لحد الآن ما منتشر كتير. هذا أساسي في كل دول العالم، ما في مشفى نسائية، حتى في دول العالم المتحضر موجودين بعدد المرضى، يعني كل مريضة بتنحط على جهاز. نحن هون كل محرر على 3 أجهزة، تخيلوا، يعني تخيلوا المأساة اللي عندنا. على كل حال، إذا هذا الجهاز شو هو؟ هو جهاز تخطيط قلب جنيني، فيه بنحط بروبات، في بروب نحن بنسميه لشدة التقلصات ما لكم فيه. البروب الثاني هو بنحط فوق البؤرة الإصغائية الواضحة لنبض الجنين، ومنسجل نبض الجنين، منسجل نبض الجنين. وقت منسجل نبض الجنين نحن بنعرف إنه هذا الجنين في صفات للتخطيط الطبيعي، مثل التخطيط عند البالغ. شفتوا ارتفاع ST، شفتوا زحول ST، شفتوا انقلاب T على المساري على الكذا، فبتعرفوا انه في مشكله قلبيه. كمان احنا هون بالنسبه لنا في عنا علامات معينه، اذا شفناها بالتخطيط بنعرف انه هذا الجنين عنده مشكله.
الـ NST أنا جبت المريضة طبعاً إيمت ببدأ فيه؟ ببدأ فيه بالأسبوع 26 ل 28 لأنه بده نضج عصبي، لأنه دقات قلب الجنين بتداخل فيها الجهاز العصبي الذاتي الودي ونظير الودي. في عندك الحزمة، في عندك العقد الجيبي الأزيني، الأزيني البطيني وحزمة هس والتأثير الودي واللاودي، كل هدول بتداخلوا مع بعضهم مشان يطلع مخطط نبض الجنين الطبيعي. فأنا بدي عمر حملي، ما فيني أعمله بالأعمار الحملية الصغيرة، بنعمله بال 26 ل 28 هون بيكون صار في نضج عصبي يخلي الجنين يستجيب ويرتكس بشكل جيد. طيب شد تكرار الاختبار كل حسب كل حالة، ممكن أنا أعمله بالأسبوع مرة، ممكن بالأسبوع مرتين، ممكن يوميا هذا الاختبار، فحسب شدة الحالة عند المريضة. فأنا هون بكرر شد مدته 20 دقيقة، يعني بحط الجهاز على بطن المريضة لمدة 20 دقيقة. إيمت بعتبره ارتكاسي؟ طبعا خلينا نحكي على الارتكاسي ولا ارتكاسي، لأنه الإيجابي والسلبي هون شوي معاكس لغير مكان. هلا بحكي ليش. إيمت بعتبر الـ NST ارتكاسي؟ بعتبر الـ NST ارتكاسي إذا صار في عندي قاعدة الخمستعشات، في عندي قاعدة العشرات مشان سهولة الحفظ. شو هدول قاعدة الخمستعشات؟ إذا كان عمر الجنين فوق الـ 32 أسبوع، فوق 32 أسبوع في عندي قاعدة الخمستعشات. يعني شو هي قاعدة الخمستعشات؟ إيمت بعتبر الـ NST ارتكاسي إذا حدث تسارعين أو أكثر، تسارعين أو أكثر لدقات قلب الجنين بمعدل 15 ضربة بالدقيقة لمدة أكثر من 15 ثانية، هاي بسميها الخمستعشات. طيب إذا الجنين كان عمره تحت 32 أسبوع بسميها قاعدة العشرات. يعني إذا ارتكس الجنين بمقدار 10 دقات واستمر أكثر من 10 ثواني هذا بسميه ارتكاسي تحت 32 أسبوع. الحكي صعب لحد هلا بيصير سهل. هذا هو مخطط الجنين مثل ما أنتم شايفينه، هاي ورقة التخطيط. هذا الفوق القسم الفوقاني هذا هو بيقرا دقات قلب الجنين، هذا القسم التحتاني هو المخاض بيسجل المخاض، المفروض بيسجل التقلصات. هون ما في تقلصات، ما لنا بالتقلصات. مثل ما نكون شايفين مخطط الجنين، شايفينه نظامي ما منتظم دقات قلب الجنين، هذا النظامي. اذا كان دقات قلب الجنين نظاميه انا بعتبره غير نظامي. تمام. هلا شو شايفين؟ انا هون في عندي ترقيم، ماني شايف الارقام، لازم كل 30 30، ما بعرف هذا الرقم إذا مبين عليكم. هذا 120 90 150، ف30 30. هلا نحن عندنا المربعات، هذول كل مربع أفقي بيعطيني ثواني، والمربعات العمودية بتعطيني دقات قلب. هذا هو المخطط، هذا يعتبر مخطط طبيعي لدقات قلب الجنين. شايفين شلون هل التغيرات هاي هل تموجات بالخط القاعدي؟ هاي شايفينها، هاي التموجات ما نو خط سواء، ما نو على السواء تماما. طبعا اذا كان على السواء تماما انا بعتبره مرضي، بالعكس هذا الشيء الطبيعي، هذا مخطط طبيعي. هلا مثل ما انتم شايفين هذا 120 النبض تقريبا عم يركز اكثر شيء هون، يعني انا فيني اعتبر هذا نبض الجنين حوالي 130 ضربه بالدقيقه. هذا كقيمه 130 نبضه بالدقيقه. شو شايف اللي هون انتم؟ شو شايفين هون؟ ارتفاع. طيب شو هذا الارتفاع بسميه؟ هذا هو، لا ما عندي شدي، هذا انا اسمه نان ستريس تيست. هذا ممكن هون في حركه جنين، الجنين وقت اللي بيتحرك بيسرع النبض. تمام. طيب شو شايفين هلا هون؟ ارتفع. تمام. ارتفع، كان 130 وصل تقريبا لل160، يعني زاد اكثر من 15 نبضه بالدقيقه. شطل مثل ما انتم شايفين ضالي اكثر من 3 مربعات، المربع تقريبا هون 10 ثواني يعني 30 ثانيه. فهذا بسميه تسارع، وهذا بسميه تسارع، وهذا تسارع، وهذا تسارع. شايفين هذا شيء طبيعي، هاي من العلامات الموثوقه للاكسجه الجنينيه الجيده هي وجود التسارعات. هذا بعتبره NST ارتكاسي. تمام. هذا النبض هاي اسمها تسارعات، بدي انا الشده وبدي المده الاثنين سوا، يعني ايش قد ارتفع وايش قد ضل. فوق ال 32 اسبوع لازم يكون اكثر من 15، والمده تحت ال 32 اسبوع لازم يكون 10 ب 10. مفهوم؟ اذا هذا المخطط طبيعي. هاي التموجات بالخط القاعدي الصغير بنسميها تغيريه variability. شلون بدنا نحسب الخط القاعدي؟ نحن بنشوف ايش قد الفتره اللي ضل فيها اكل الجنين، اكثر شيء ضل هون بهالفتره هاي، فبعتبره تقريبا حوالي 130 نبضه
بالدقيقة. في تسارعات هون، في تسارعات. إيمت بعتبر الـ NST ارتكاسة؟ إذا شفت خلال العشرين دقيقة ومدة الاختبار 20 دقيقة شفت تسارعين. أنا هون شايف أكثر، 1، 2، 3، 4، 5، تمام. في تسارعين، بس شو صفات التسارع بده يكون؟ أكثر من 15 لمدة 15 بعد 32 أسبوع. مفهوم الـ NST؟ في شيء صعوبة؟ إذا أنا عندي هذا المخطط، هذا مخطط نظامي، التسارع هو تسارع اسمه acceleration بالإنجليزي. تسارع يعني زاد دقات قلب الجنين بمعدل أكثر من 15 نبضة بالدقيقة وضل أكثر من 15 ثانية، هذا بعتبره تسارع. بدي 2 لحتى أعتبر الـ NST ارتكاسي. ماشي؟ مفهومة؟ طيب هلا بدنا لاحظوا إنه الارتكاسي هو مشعر موثوق للأكسجة الجنينية الجيدة. يعني جيت على المريضة أنا وحطيت لها المرقاب، طلع عندي هذا المخطط، تمام، أنت ما عندك مشكلة حالياً. برجع بقول لها تعي بعد 3 أيام مثلاً، برجع أعمل الـ NST. تمام؟ هاي الفكرة من هاي الاختبارات. بس شفت أنا التسارعات هاي، فأنا بعرف إنه الوضع الجنين جيد وما عنده ما عنده نقص أكسجة وما عنده حمض. مفهومة؟ المشكلة وين؟ الاختبار الاختبار اللا ارتكاسي قد يكون علامة للأكسجة الجنينية الناقصة، قد يكون. هاي المشكلة، يعني العكس غير صحيح. يعني الارتكاسي موثوق للأكسجة الجيدة، اللا ارتكاسي مو موثوق للأكسجة. هلا وقت اللي شفنا المساوئ شو قلنا؟ قلنا في شيء اسمه إيجابية كاذبة. هاي المشكلة. يعني أنا حطيت المريضة 20 دقيقة، طلع عندي، طلع في ما طلع عندي تسارعات. المفروض هو الاختبار لا ارتكاسي. طيب هل هذا الاختبار اللا ارتكاسي خلص يعطيني علامة 100% على أنه الجنين دخل بنقص الأكسجة؟ لاحظوا أنه الإيجابية الكاذبة 60-70% من الاختبارات إيجابية كاذبة. هلا هون في شغلة، أنا عم أحكي ارتكاسي لا ارتكاسي مشان السهولة. الاختبار اللا ارتكاسي هو السلبي، مفهوم؟ نحن أخذين السلبي أنه سلبي مو كويس، دائما السلبيين مو كويسين، وهيك هيك نحن مبرمجين دماغنا على أنه السلبي غير. لا، هون السلبي هو الارتكاسي، ماشي؟ الإيجابي هو اللي عطى نتائج شاذة. فلذلك أنا هون شو قلت؟ قلت أنه تقريبا 60-70% من الاختبار اللا ارتكاسي بيكون إيجابي كاذب. يعني مين الإيجابي؟ هو لا ارتكاسي. فلذلك لا تستخدموا كلمة إيجابي وسلبي حتى ما تضيعوا. أنتم متعودين الإيجابي أنه يكون كويس مثلا، والسلبي لا، هون بالعكس السلبي هو اللا ارتكاسي هو الكويس. الارتكاسي هو السلبي بيكون هو الكويس. مفهوم؟ إذا كان إيجابي معناها بيعطيني مشعر موثوق على أنه الجنين بوضع جيد. إذا كان لا ارتكاسي ممكن يكون جيد ممكن يكون لا. فأنا هون ممكن عيد الاختبار، ممكن مدد المدة لعشرين دقيقة تانية. ليش؟ لأنه ممكن هذا الجنين يكون نايم أثناء نوم الجنين، ممكن أنا ما أشوف هاي التسارعات. تمام؟ في مشاكل تانية مثل إنتان وتشوهات وتبخير وهالقصص، هاي كمان هاي ممكن تعمل تخلي الاختبار يكون لا ارتكاسي. مفهوم اختبار الـ NST؟ اختبار لا شدة. عندنا جهاز ونحطه على بطن المريضة 20 دقيقة، أنا بدي أشوف هذا المنظر لحتى أقول ارتكاسي. بدي أشوف أكثر من تسارعين، كل تسارع بيضل أكثر من 15 وبيستمر لمدة 15 ثانية. مشكلته أنه إذا كان لا ارتكاسي ما بيعطيني صورة حقيقية عن الأكسجة. إذا لا ارتكاسي، إذا ارتكاسي مشعر موثوق للأكسجة الجنينية الجيدة. مفهوم؟ طيب ما بدنا نعيد أكثر من هيك. خلصنا من اختبار اللا شدة، معناتها في اختبار اسمه شدة. شو يعني اختبار الشدة؟ هذاك الجنين أنا تاركه على راحته، أما هذا الجنين أنا بعرضه لشدة. شلون عرض الجنين لشدة؟ ها؟ جيب له أسئلة صعبة بالفحص، ما هي؟ شلون بدي عرض الجنين لشدة؟ تقلصات. برافو عليك، بنعمل تقلصات، بنجيب له بنحط له تحريض ومنحرض ومنشوف استجابته. يعني اختبار الشدة يعني أنا بدي أعرض الجنين لمخاض، لتقلصات، بدي أشوف هالجنين رح يتحمل هالتقلصات ولا لا. هذا مبدأه، تمام؟ شو أساس هذا الاختبار؟ أنه الجنين بيستجيب للنقص العابر بالأكسجين أثناء التقلص. شو بيصير؟
نقص اكسجين عابر بس راح يتراه. بدي اشوف هالجنين بيتحمل هالنقص العابر ولا لا. الجنين المو كويس او الماء اللي ما عنده حيويه جيده بيستجيب لنقص الاكسجين العابر بتباطؤات، بتباطؤ نبضه. تمام شكو مفهومه؟ ايه خير ان شاء الله. اذا الجنين بالحاله الطبيعيه في تقلصات، ما عنده قدره يعوض هاي التقلصات، الجنين الكويس ما بيصير له شيء، بضل نبضه نظامي. الجنين اللي عنده مشكله بيتباطأ نبضه، بيتباطأ عنده النبض. هاي الاستجابه عند الجنين، بيتباطأ النبض عنده. تمام. طيب يا رب دخيلك. طيب هلا هاي استجابته، بدك فسر لك ليش؟ لأني إذا فسرت لك إياها بدي طالبك فيها. خلاص أنت اللي بهمك العنب ولا تقاتل الناطور؟ العنب. الجنين اللي عنده مشكلة بيستجيب لنقص الأكسجين العابر بتباطؤ. طيب هلا شوفوا لي، هذا مخطط نبض الجنين وهذا مخطط التقلصات الرحمية. شو شايفين أنتوا هون؟ هاي تقلصة مش هي؟ هاي تقلصة وهاي تقلصة وهاي تقلصة. طيب شوفوا شو عم يصير بالنبض هون. لاحظين؟ عم ينزل، ماشي؟ عم ينزل بعد التقلصة تقريبا، يعني بعد ما تبلش التقلصة بلش يتباطأ، رجع عاوض التقلصة الثانية نزل. فهذا هو المبدأ لاختبار الشدة. مبدأ اختبار الشدة انه هذا الجنين اللي عم يتعرض لنقص الأكسجين العابر أثناء التقلصة عم يستجيب بتباطؤات، هاي بنسميها التباطؤات المتأخرة. طبعا هاي يعني بنعتبرها من العلامات المنذرة بسوء. هلا بنحكي بأي فئة هي. طيب شلون هذا الاختبار بنعمله؟ بنعمله بالأكسيتوسين. حاليا ما بقى نلجأ له. ليش؟ عشان ما يحرض الولادة. لا عشان ما يحرض الولادة فما بنلجأ له، بس المبدأ ضروري نعرف شو هو. المبدأ هلا هذا يعتبر هيك ارتكاسي هاي الحالة؟ لا شو هذا إيجابي، هذا إيجابي، هذا إيجابي، هذا يعني سيء. تفسير النتائج أكيد يعني ما أقول لكم. طيب اذا لا شده. الاختبار الثالث هو اللي اسمه الصفه الفيزيائيه الحيويه، البيوفيزيكال بروفايل. شو هاي البيوفيزيكال بروفايل؟ انا في عندي خمس مشعرات بدي قيمهم، من خلال هدول المشعرات حط سكور، وحسب السكور انا اشتغل. شو هن المشعرات اللي او شو هي مكونات الصفه الفيزيائيه الحيويه المعدله؟ مثل ما انتم شايفين في اربع مكونات انا بكتشفهم بالايكو، والخامس هو الام اس تي اللي حكيت عنه شوي. ماشي؟ شو هن الاربعه؟ حركه الجنين، هاي اسمها حركه جنين، هاي اسمها مقوي الجنين، هذا اسمه تنفس جنين. الشغله الرابعه هي حجم السائل الامنيوس. يعني انا بقعد المريضه بحطها على الايكو لمده 30 دقيقه، خلال ال 30 دقيقه بدي اشوف حجم السائل، بدي اشوف اذا عنده الجنين حركات، بدي اشوف اذا عنده مقويه، اذا بدي اشوف اذا في عنده حركات تنفسيه. مفهوم؟ المشعر الخامس هو الصفه الفيزيائيه الان اس تي. كل وحده من هدول بتاخذ اما صفر او علامتين، بالاخير بنجمع السكور بالكامل. السكور الكامل هو 10 لازم يكون، فحسب القيمه انا بقى بتصرف. مفهوم؟ اذا هاي اسمها الصفه الفيزيائيه الحيويه للجنين، بيوفيزيكال بروفايل. خمس مكونات، أربعة أنا بحصلهم بالإيكو، والخامس هو اختبار الـ NST بحصله من خلال المرقاب الجنين اللي حكيت عنه مشوي. مفهوم؟ كل وحدة من هدول إما إذا كانت موجودة بتاخد علامتين، أو إذا كانت غير موجودة بتاخد علامة الصفر، بالأخير بنجمع. أكيد إذا كانت النتيجة أكثر أو يساوي 8 فالجنين وضعه كويس، وإذا كانت المجموعة أقل من 4 فالوضع سيء. هلأ هني هدول هني لكني موجودين بالإنجليزي. أول واحد شو هذا الـ NST؟ مشوي حكينا الـ NST بدي تسارعين أكثر من 15 لمدة 15 خلال فترة 20 دقيقة تقريبا، هذا بعتبره الـ NST ارتكاسي. إذا كان الارتكاسي أخذ علامتين، لا ارتكاسي بياخذ صفر. الشغلة اللي بعدها تنفس الجنين. نحن الجنين بيتنفس قبل ما يولد، في حده حركات تنفسية طبعا، هاي عم تأهب للحدوث التنفس العفوي، فبيتحرك يتنفس هو بطن أمه. فإذا شفنا خلال 30 دقيقة شفنا حركة تنفسية وحدة، فهذا بيعطيه علامة 2.
تمام. اذا ما في حركه تنفسيه صفر. الفيتال تون هي المقويه للجيم المقويه، يعني هي نحن الجنين اذا شفنا عنده حركه بسط وعوده للعطف هاي اسمها مقويه، وهيك هاي المقويه اذا كانت موجوده بياخذ علامتين. مشعر السائل الامنيوس يكون كويس، يعني حجم السائل الامنيوس يكون كويس. حكينا سابقا عن الاندكس كيف كنا نحسبه بالجيوب الاربعه، هون يعني اذا كان احد الجيب الاعمق اكثر من اثنين بكفي لياخذ علامتين. ما كثير هاي المعلومه بتهمكم، بس اما لازم تعرفوا انه لازم يكون حجم السائل كويس. اخر شيء بالنسبه لحركات الجنين، بدي اكثر من حركه، بدي ثلاث حركات لحتى اعطي علامات، يعني اكثر شيء لازم يكونوا الحركات. اذا هاي هي الصفه بشكل عام، صفه الفيزيائيه الحيويه، اربعه بالايكو والخامس هو الـ NSD. كل مكون من المكونات اما بياخذ صفر او بياخذ اثنين. مثل ما نكون شايفين انه المكونات مثل الحركه والتنفس والمقوي لا شدي هي بتتاثر بشكل حاد بنقص الاكسجين. اما السائل الامنيوسي شو بيصير فيه؟ بشكل مزمن، ما بينقص بشكل حاد الا بالتمزق الاغشي. اما بشكل عام ما بينقص السائل الامنيوسي، يعني اذا صار نقص اكسجين هلا بده ينقص السائل؟ لا، السائل هو بيكون بينقص بشكل مزمن. تفسير النتائج ما مطالبين فيها. في شيء اسمه أسهل من الصفة الفيزيائية الكاملة، في شيء اسمه الصفة الفيزيائية الحيوية المعدلة، طبعاً هاي أسهل بكثير. هاي عبارة عن فقط تقييم لحجم السائل الأمنيوسي مع اختبار الـ NST فقط. هني أخذنا اثنين واختصرنا ثلاثة، طبعاً نتائجها وتعتبر مشعر موثوق مشابه للـ BBB الكاملة. تمام؟ فنحن وقت نشتغل على هاي أكثر من نشتغل على هذيك باعتبار النتائج متقاربة ويعتبر كمان مشعر موثوق. اذا انا وقت بدي اقيم حيويه الجنين بشكل كويس، انا بكفي اشوف حجم السائل الامنيوسي مع اختبار الـ NST. فتركيزنا الاساسي بيرجع هو للـ NST. نرجع لموضوع الـ NST، مفهوم؟ لا ارتكاسي، لا الاجابه يعني لا ارتكاسي، مو شوي كنا عم نقول بالعكس الإيجابي هو اللا ارتكاسي، يعني احنا مفكرين الإيجابي الكويس، لا هون الإيجابي معناها في عندك شيء. الـ NST حصل بده جهاز طبعا إجباري، بدك الجهاز بدك مخطط نبض الجنين. طيب إذا خلصنا من الوسائل القلبية لتقييم حيوية الجنين، هلا في صار في شيء جديد اسمه دوبلر، تقييم الجنين بالدوبلر. طبعا في الفترة طبعا احنا يعني ما بنعطى وجه بشكل عام، بس سمعنا بشغل جديد بنستخدمها للطالع والنازل وباستطباق وبلا استطباق. الفترة الماضية ما في مريضة تجي على مشفى لما ينطلب لها ايكو دوبلر. طبعا ليش؟ ما حدا بيعرف، لانه صار في ايكو دوبلر، اطباء الاشعة كيفوا، زنقلوا من وراء اطباء النسائية، اطباء المخبر نفس الشيء، الصيادلة كله من وراء اطباء النسائية، كل الشغل من وراء اطباء النسائية. اذا طلع له كان طبيب نسائي فهمان بجوعهم، كلهم بيجوعوا، هاي مشكلة يعني، فهني كلهم بيحاربوا فهم طبيب النسائية. بالآلاف آلاف تنطلب دوبلر للحوامل، ليش؟ في له استطبابات محددة. هلا أنتوا روحوا شوفوا طلبات هيك، يعني شوفوا إنه إيكو دوبلر للمريضة ليه؟ للجنين ليش؟ ليش الإيكو دوبلر؟ أنا في استطبابات محددة بستخدم فيها الإيكو دوبلر، ما بستخدم الإيكو دوبلر لكل المريضات. هذا ما هو اختبار روتيني، هذا اختبار، هذا يعني اجراء ما بينعمل بشكل روتيني لكل المريضات، في له استطبابات محدده، هذا مكلف وبيستهلك وقت، وما في فائده من اجراءه الا وقت في استطبابات معينه. شو الاستطبابات؟ هلا تذكروا شوي وقت اللي كنا عم نحكي، كنا صرنا نقول اول شيء الجنين قلل او زاد المقاومه، مو هيك؟ بالشرايين السريه بالاخير وقت اللي انكسر معاوضته شو صار فيه؟ زاد اكثر واكثر، ارتفعت كثير المقاومه بالشرايين السريه. الشريان السري في جريان اسمه القباض. حدا معه الام؟ والله ما حدا معه الام. قلم شنيار. اثناء في شيء اسمه بالشريان السري، في شيء اسمه جريان انقباضي بيعطيني هذا الشكل، وفي عندي شيء اسمه جريان انبساطي. تمام؟ هلا هذا الخط القاعدي، هذا الخط، هذا بسميه جريان انبساطي، هذا شيء طبيعي موجود، وهذا بسميه جريان
الانبساطي، وهذا بسميه دياستوليك وهذا سيستوليك. هذا مخطط الجريان بالحب بالشريان السري، تمام؟ هلا شو عم بيصير بالشريان السري؟ عم ترتفع المقاومه، مشي؟ مو عم ترتفع المقاومه، الجنين عم يتعرض لشده، عم ترتفع المقاومه. كل ما ارتفعت المقاومه شو بده يصير بالجريان الانبساطي؟ اول شيء بينقص، بعدين شو بيصير فيه؟ بيغيب. اخر شيء شو بيصير فيه واسوأ المراحل؟ بينقلب، بينعكس، بينعكس. هاي هي المراحل، اول شيء بينقص، بعدين بيغيب، بعدين بينعكس الجريان الانبساطي بشكل اساسي. الانبساطي مو الانقباضي، الانبساطي هو اللي بيتاثر بشكل اساسي. طيب مين هدول المريضات اللي انا ممكن اعمل لهم دوبلر واستفيد منهم، دوبلر للشريان السري واستفيد منهم؟ هني مريضات اللي عندهم قصور المشيمه. هذا الجنين شو بيكون وضعه؟ جنين عنده تاخر نمو، عنده تحدد نمو. هذا جنين عنده تحدد نمو، انا شفته هذا صغير. هذا الجنين هلا بجوز اذا حكينا عن تاخر النمو، الجنين الصغير هو وزنه اقل من 10%. كل الاجنه اللي وزنها تحت 10% اجنه عم تتعرض لحاله مرضيه؟ لا. اذا وزن اقل من 10% مع امراضيه هذا بسميه تحدد نمو. اذا وزن تحت 10% بدون اله مرض، بدون مرضيه، هذا بسميه صغير بنيويا، صغير بنيوي ما عنده مشكله، مو هيك؟ طيب انا مين اللي بستفيد؟ هذا ليكو بستفيد عند هدول. فمين اللي بطلب ايكو دوبلر انا؟ لمين بطلب ايكو دوبلر؟ للمريضات اللي عندهم قصور بالمشيمه وشاكك انه عندهم تحدد بنمو الجنين، بطلب ايكو دوبلر للحبل السري، للشريان السري. هدول بستفيد. مين كمان انا بستفيد؟ بستفيد من تنافر الزمر، عند اجنه تنافر الزمر. هدول اللي بيكون عندهم جريان بالشريان المخي المتوسط، بيكون عندهم جريان عالي، بيرتفع الشيء اسمه البيك سيستوليك فيلوسيتي بي اس في، هذا بيرتفع. في عندنا نحن جداول بنستخدمها، طبعا نحن بنشخص فقر الدم الجنيني من خلال الدوبلر للشريان الدماغي المخي المتوسط، مفهوم؟ اذا انا عندي شريانين بستفيد منهم، شريان سري بستفيد منه لمين؟ لتحدد نمو الجنين. عندي الشريان الدماغي المتوسط او المخ المتوسط ام سي اي، هذا بتنافر الزمر والانحلال، انحلال الدم وفقر الدم، هذا بيرتفع. بس ارتفع انا شفته عن حد معين، هون بشك انه وصل الانحلال لدرجه متقدمه، بروح بعمل خضاب جنيني. اذا شو هي استطبابات اللي هي الدوبلر؟ قصور مشيمه للشريان السري، تنافر الزمر بعمل، هذا هو. طيب هدول شاد نسبتهم بالحوامل؟ طيب ليش هالطالعه والنازلي نازلين بالايكو دوبلر؟ هني اصلا بيطلبوا ايكو دوبلر هيك بدون ما يعرفوا ليش. هيك ايكو دوبلر بيجي طبيب الاشعه، لا توصلوا الحكي لاطباء الاشعه لانه علاقتي معهم زفت. بيجي طبيب الاشعه بيكتب ارتفاع بمشعر المقاومه، تيجي الطبيب الحزقه والله الحاذقه تعمل قيصريه لانه ارتفع مشعر المقاومه. طبعا هذا مو علم ابدا، هذا ابدا، هذا شغل، هذا 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 شغل بخجل، شغل بخجل. لا وقصة اطباء الاشعه يروحوا بيكتبوا يفضل انهاء الحمل، لانه هو صاحب القرار، هو صاحب القرار. مثل والله انا يعني وقت اللي باخذ قرار بايكو للمراره او ايكو بقول والله فيها بحصات هاي وكذا، شغلي ما شغلتي، ما بيصير، ما بيصير انت كطبيب اشعه تكتب تقرير وتقول يفضل انهاء الحمل، لانك عم تعمل لي مشكله. انا اجتني المريضه بدها تنهي الحمل بقيصريه، لا ما بدي قيصريه، اول كلمه بتقلي انت المسؤول وبرقبتك وما بعرف من هالحكي هذا، وبتروح تترك المشفى وبتزعل وبتروح على الخاص. هذا المشاكل. بعدين ارتفاع مشاعر المقاومه، اذا ارتفع مشاعر المقاومه، نحن ارتفاع مشاعر المقاومه لساتنا بالمراحل الاولى، هسه نقص شويه جريان عادي، هذا نحن بنشتغل هون وقت بغيب الجريان او بينعكس الجريان، هون صرنا بمراحل خطيره. فمو شغل الطبيب الاشعه، شغل الطبيب الاشعه بده يحسب لي المشعرات، المفروض يقول لي عندك ارتفاع مشعر المقاومه لسه على دي كذا، الار اي كذا، هاي مشعرات نحن بنديكو دوبلر، هاي شغلته. بس مو شغلته ياخذ قرارات، لانه انا بعد هدول انا عندي اختبارات البي بي بي والان اس تي، انا مو بس هدول انا باخذ عليهم قرار، تمام؟ فما بصير نحن نطلب تقرير اشعه، تقرير نطلب من اطباء الاشعه انه روحوا اعملوا لنا دوبلر. هو اصلا انا بحياتي ما طلبت دوبلر لا من عند طبيب اشعه، انا بشتغل بايدي، كله بشتغلوا بايدي. يعني نحن عندنا خبرة أكثر منهم بكثير بموضوع التوليد، لأنه نحن كل المرضى بنشوفهم بالإيكو،
اما هن بالنهار بجوز تجي مريضه مريضتين، بعدين بالاختصاص هن ما درسوا هيك امور نحن اللي درسناها. فهاي يعني اذا شفتوا هالامور هاي حاربوها، واحد لحاله اكيد ما بيقدر يحارب. لا تطلبوا ايكو دوبلر لحامل الا باستطبابات محدده. هدول هن الاستطبابات. ليش؟ الايكو دوبلر غالي، ما مثل الايكو العادي، يعني ممكن انه يطلب اكثر طبيب الاشعة. طيب عم تطلب ماديا اكثر، وعم تستهلك وقت اكثر، وعم تاخذ قرارات خاطئه، وبالاخير عم تطلع بنتيجه هي القيصريه. كل هالاخطاء هاي نحن فينا نتجنبها وقت منكون علميين ومنشتغل بهذا الشكل. مفهوم شو الفكره؟ ما بتكون انتم بالتفاصيل، بينكم شغلتين، يعني في شريان سري اذا شكينا بالاهل الجهات، في شريان مخي متوسط اذا شكينا بالحكم الدم في الجلد. معلومة بدنا نضل نحكيها. Bluetooth mode. يمكن حتى ممكن نبعث البهدلة شخصيا لحتى يبطل يشتغل الشغلة. طبعا الحق مو عليه بشكل اساسي، الحق على اللي عم يبعث له وبيطلب منه، لانه هو ما هو اختصاصه. ما هو اختصاصه نسائي، هو عم يكتب وعم يكتب بناء على معلوماته، يفضل كذا، هو يفضل ما يكتب، خلص يكتب الموجودات اللي شافها وبس ونحن بنكمل. طيب هلا كنا عم نحكي عن اختبارات حيوية الجنين قبل المخاض. وهيك كنا عم نعمل هاي الاختبارات قبل المخاض، شكينا انه هذا الجنين عنده قصور مشيمي، عملنا له هاي الاختبارات شفناه كويس والله مو كويس. هلا بدنا ننتقل لشيء اسمه بدنا نشوف مراقبه دقات قلب الجنين اثناء المخاض. ايمتى الجنين ممكن يتعرض لاضطراب بدقات قلب الجنين اكثر؟ قبل المخاض ولا مع المخاض؟ اكيد مع المخاض، اكيد اثناء المخاض. تتذكروا وقت حكينا عن دور المولد بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، قلنا بالمرحلة الأولى في شيء اسمه أصبغ إصراء جنين كل 30 دقيقة بالحمول منخفضة الخطورة، وكل 15 دقيقة بالحمول عالية الخطورة، وبالمرحلة الثانية 15-5. تمام والله عم تدرسوا، برافو عليكم. ليش؟ لأنه المرحلة الثانية لسه أخطر من الأولى، فكل ما كانت خطورة المرحلة أكثر نحن لازم نكرر أكثر للاستماع لدقات قلب الجنين. عالميا هلا في مجتمعات المتقدمه بيحطوا المراقبه المستمره، يعني ما في داعي يروحوا كل نص ساعه، ما حاطين المريض على الجهاز من اول المخاط لاخر المخاط. نحن معنا هالامكانيات هاي، ممكن نشتغل على نص ساعه وربع ساعه. طيب اثناء المخاط شو هو معدل دقات قلب الجنين الطبيعي؟ تقريبا من شاد لشاد من 110 لل 160. إذا شفنا نبض الجنين أكثر من 160 شو بنسميه؟ تسرع نبض. أنا هون كاتب كلمة متسارع، صلحوها. تسرع نبض. في فرق بين التسرع والتسارع. شو الفرق بين التسرع والتسارع بالفيزياء؟ تسارع زاد بالنسبة على الزمن، مستمر التسرع. أما التسارع هلوات اللي حكيت على انستي قلت تسارعات، والتسارع هو شغلة مؤقتة ولا دائمة؟ مؤقتة 15 ثانية، فهذا اسمه بالانجليزي اسمه acceleration، هذا اسمه tachycardia. تمام؟ ففرقوا بين التسرع والتسارع. التسرع يعني انا حطيت المريضة على المرقاط طلع النبض 170، استمر 170، استمر 170، 170، 170، خلص هذا اسمه تسرع. تمام؟ اما المريضه اللي نبضها 130 وصل لل 545 رجع نزيل، رجع طلع لل 160 رجع نزيل، هاي بسميها التسارع. ونفس الشيء بالنسبه للبطء والتباطؤات. البطء هو البرادي كارديا الاقل من 110، التباطؤات هي وبتكون مؤقته. تمام؟ بالانجليزي اسمها ديسيليريشن، هذا اسمه برادي كارديا والديسيليريشن. مفهوم؟ فميزوا بين كلمه بطء وتباطؤ وتسرع وتسارع، بتختلف كثير بالتدبير. ماشي؟ طيب هلا شو انواع التباطؤات اللي عندنا نحن؟ هاي طبعا التباطؤات هي شيء سيء او يعني منذر بانه هذا الجنين عنده مشكله. شو انواع التباطؤات اللي نحن بنلاقيها؟
وقت اللي بنشوف مخطط دقات قلب الجنين، اعتبروا هذا مخطط دقات قلب الجنين. اول نوع هو اسمه التباطؤات المبكره. مبكره بالنسبه لمين؟ للتقلص. برافو عليك. للتقلص، شايفين مثل مراي تماما، بدايه التقلص مع بدايه التباطؤ، سروه التقلص مع اخفض نقطه للتباطؤ. هي اخفض قيمه هون، ماشي. هلا هاي الاصغاء عليكم الميله 180 هيك، ماشي ماشي نبض الجنين هيك. بلشت تيجي مخاض، البدايه مع البدايه، الذروه مع النادر مع اقل، والعوده والعوده، راحت التقلصه راح التواطؤ. هذا بسميه مبكر. مبكر لانه مشتركين بنفس البدايه ونفس النهايه، والذروه مع اخفض نقطه، بسميه مبكر. انذاره جيد، ما بتخوف هاي. ليش؟ لانه ها عاوض بسرعه الجنين. فهي نحن ما بنعمل، ما لها قيمه، ما لها قيمه مرضيه. التباطؤ المبكر ما له أهمية مرضية، ما بيخوف. إذا شفت التباطؤ مع التقلصة تماما ما بعتبره تباطؤ مرضي، مفهوم؟ إذا هذا أول نمط. شو النمط الثاني اللي ممكن نشوفه؟ هو التباطؤ المتأخر. ما كتير بيفرق عن التباطؤ المبكر، بس صار في شوية انزياح تأخير. يعني لاحظوا بداية التقلصة تأخر بداية التباطؤ، ذروة التقلصة تأخرت أخفض نقطة من التباطؤ النادر بنسميها، تأخرت. لاحظوا هون التقلص راحت، ضل فترة لحتى رجع لخط السواء. إذا شو تعريف التباطؤ المتأخر؟ هو تباطؤ يحدث مع التقلص بس مع شو في تأخير بالوقت. هذا إنذار شوي سيء، تمام؟ هون بلشنا بالإنذار السيء. وقت اللي حكينا عن الاختبار الشدة شو قلنا؟ قلنا الجنين اللي عنده مشكلة بيستجيب لنقص الأكسجي العابر بمنعكس هو بتباطؤ دقائق قلب الجنين، تمام؟ مفهوم التباطؤ الثاني؟ إذا التباطؤات المتأخرة هي متأخرة عن التقلصة. بالنسبة للبطء ما له علاقة بالتقلصات. البطء شو يعني بطء قلب الجنين؟ انا حطيت المرقاب طلع النبض 100 واستمر 100 وضل بعد 10 20 دقيقه 100، هذا اسمه بطء، ما له علاقه بالتقلصات. اما صار في تقلصات فصار اسمه تباطؤات. فبقرن علاقه التباطؤ مع التقلصات، مبكر نفس الصفات، متاخر مع التقلص مع تاخير مع شويه انزياح بالوقت. هذا هو، هذا بسميه تباطؤات او ليت ديسيليريشن. النمط الثالث اسمه تباطؤات متغيرة، ما له علاقة بالتقلصة، ممكن يجي معها، ممكن يجي بعدها، ممكن يجي قبلها، ممكن يجي بعدها، اسمه تباطؤات متغيرة، وكمان هذا انذار وشيء سيء، تمام؟ إذا هاي التباطؤات اللي نحن ممكن نصادفها أثناء قراءة مخطط دقائق قلب الجنين. طيب في شغلات يعني هلأ ما كنا نطالبكم فيها، لا هلأ بدنا نطالبكم فيها باعتبار أنه كل سنة بتجي أصحى من السنة اللي قبلها، فمن كل سنة منضيف شغلات ما منكون ضايفينها بالسنة السابقة. هاي تعريف لمخطط دقات قلب الجنين. هلأ شو اللي بيهمني فيها؟ شو اللي بده يهمني فيها؟ اللي بيهمني الشغلات الأساسية جدا، يعني ما بدي أدخلكم بأمور اختصاصية، بس في شغلات لازم تعرفوها. إيمة تقول أنه هذا الجنين مخطط دقات قلب الجنين نظامي، شو الصفات اللي بدها تخليني أعتبر هذا المخطط نظامي؟ أول شيء متوسط. شو هو تعريف الخط القاعدي؟ او هاي خلينا نبدا بالتعريفات اول شيء، بعدين نحكي ايه الطبيعي ولا غير طبيعي. شو التعريف؟ شو هو الخط القاعدي؟ مش شوي وقت شفتوا المخطط، مو هيك؟ شفتوا المخطط، شو هي الفتره اللي ضل فيها المخطط اكثر ما يمكن، تمام؟ ال 130 مثلا كان بداك المخطط 130، فبقول هذا هو الخط القاعدي، فبقول معدل متوسط ضربات قلب الجنين هي 130 نبضه بالدقيقه. يعني إذا أنت مسكت هالتخطيط أقل شيء تعرف تقرأ، مو بتعرف تقرأ من مخطط الداخلية مخطط، ليش ما تعرف تقرأ مخطط الجنين؟ هذا أسهل بكتير. أنا هذا عطيني أرقام. أول شغل بشوفه هو الخط القاعدي، هو الخط القاعدي اللي ضل فيه النبض أقصى فترة ممكنة، أطول فترة ممكنة، طبعا من قربه لأقرى صفر أو خمسة، يعني ما نقول 133 مثلا، نقول 130 135 140 145. إذا هذا أول شيء اسمه الخط القاعدي. ايما تقول في بطء قلب تحت المية، ايما تقول في تسرع، الطبيعي 110 ل 160، ما في معلومات جديدة،
بالنسبة للخط القاعدي هاي ما شفنا فيها، هي نفس المعلومات اللي هلا شوي حكيناها. الشيء الثاني اللي بدي اياكم تعرفوه، في شيء اسمه التغيرية. هذا التغيرية او الفاريابيليتي، شو هاي التغيرية؟ شفتوا مخطط قلب الجنين كيف بيعمل هيك؟ بيطلع شوي وبينزل، بيرجع بيطلع وبينزل بيطلع بيطلع. هذا شيء طبيعي، هاي بسميها تغيرية. هاي التموجات في الخط القاعدي هاي بسميها التغيرية. هلا اذا رجعنا شوي على المخطط، ما بقى نعرف اي الفوق او اي التحت. هذا ها تمام، شايفين المخطط، شايفينه مانو على نقطة ثابتة. ملاحظين هالتموجات الصغيرة هاي، شي طلعة شي نزلة، هاي بسميها تغيرية. ماشي، هاي بسميها التغيرية. هذا وجودها شي طبيعي، هاي نبض الجنين لازم يكون هيك. لو شفنا نبض جنين على خط السواء تماما هذا بنعتبره مرضي، مفهوم؟ إذا شو تعريف التغيرية؟ هي عبارة عن هالتموجات هاي. يعني أنا أعطيتك هالتخطيط، أنت لازم تعرف الطالع للخط القاعدي ليك، وهذا بتقول لي النبض 130، وين المشكلة؟ بدها اختصاص؟ ما بدها. شفت هاي التموجات موجودة بتقول لي في تغيرية، تمام. هذا بدي اياه منك، هذا بدي اياه منك، انه هاي في تغيرية. هسه هدول اذا عرفتوا انه هدول تسارعات، يا لطيف شغلة كبيرة، يعني هذا انجاز عظيم. هاي تسارعات، نعم. خطا ارتكاسي، ها؟ ارتكاسي، ايه بس هاي اسمها تسارعات، اسمهم تسارعات. انا بطلع اعمل لك اقرا لي التخطيط، بتقول لي الخط القاعدي 130 في تغيرية، انا شايف هون تسارعات. وقت شفت تسارعات بقول انه ارتكاسي. اذا هاي التغيرية مثل ما انتم شايفين، هي اسم التغيرية، هي عبارة عن التموجات الموجودة بالخط القاعدي، وبتكون غير منتظمة، وبتكون غير منتظمة بالشدة وبالتواتر، بالسعة وبالتواتر. هاي يسميها تغيرية. بدكم تحفظوا التغيرية النظامية، هي اللي بتكون بين 6 و25 نبضة بالدقيقة، هي اسمها المعتدلة. هذا بدكم تحفظوه. تحت الستة انذار سيء، وفوق 25 هاي نعتبرها عظمية. يعني هاي التموجات مثل ما شفتوها لازم يكون عدد التموجات نحن بنحسب بعدد النبضات بالدقيقة، يعني بدها تتراوح بين 6 و25، هاي بعتبرها معتدلة. ماشي، إذا تغيرية معتدلة هي اللي بتكون بين 5 و25. يعني بتلاقوا مخطط دقات قلب الجنين محصور ضمن هالقيم هاي، عم يزيد 6، عم ينقص 10، عم يرجع يزيد 15، هذا اسمه تغيرية معتدلة نظامية. ماشي، تحت الستة اسمها صغيرية وغائبة، فوق الستة عظمية. كمان يعني ليش أنا بدي أكون هاي؟ لأنه هاي تعتبر وجود التغيرية كمان يعتبر مؤشر موثوق للأكسجة الجنينية الجيدة، مثل التسارعات. أنا عندي شغلتين بيعطوني مؤشر لغياب الحماض الجنيني، هن وجود التسارعات بالإضافة لهاي التغيرية المعتدلة، مفهوم؟ هاي التعريفات المطلوبين منكم، التغيرية هاي شيء جديد، والمعتدلة هي الأساسية، الخط القاعدة كمان هذا نعرف، ما في شيء، ما في معلومات. لا 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 لا، كمان غيابة لا، بالعكس غير صحيح، دائما العكس غير صحيح، دائما يعني غياب التغيرية ما أنا مشعر موثوق للحماض الجنيني. هاي مشكلة، نحن شو قلنا؟ في عندنا نتائج إيجابية. هلا أنت بهمك إذا شفت إنه في تغيرية جيدة خلاص عرفت الجنين بأمان، أما إذا ما في تغيرية جيدة لا بدك تعمل اختبارات تانية. في شغلات لا استفدت، بس تصير أخصائي بتستفيد. هلا ما بكير عليك، دور التغيرية تسارع وتباطؤ ولا بس تسارع؟ الشو تغيرية هي تموجات على الخط القاعدي، تسارع وتباطؤ، بس مو تسارع مفاجئ، تسارع مثل ما شفتوا مثل الزكزاك، يعني مثل هيك بهالشكل. هذا تغيرات صغيرة يعني حوالي الخط القاعدي. هلا بالنسبة للتسارعات هلا نحن حكيناها، والتباطؤات هون مفصلة أكثر، ما في شيء جديد بالمعلومات هلا حكيناها. هاي الفئات ضروري تعرفوا الفئات، يعني أنا بس أشفت مخطط دقات الجنين بدي حطه بأي فئة، بدي أعرف انسبه لأي فئة. هاي الفئة الأولى اللي اسمها الفئة الطبيعية، الفئة الثالثة اللي اسمها الفئة المرضية، الفئة الثانية هي الفئة الوسطية لهيك ولهيك. طيب شو صفات المخطط الجنيني، مخطط دقات الجنين الطبيعي؟ شو بده يكون الخط القاعدي؟ التغيري شو بده تكون؟ طيب هاي أهم صفتين. هاي أنا بعتبر الجنين
بعتبر مخطط دقات الجنين بالفئة الأولى السليمة. شو رأيكم؟ بده يكون في تباطؤات متأخرة متغيرة؟ إذا إنذار سيء، إذا شفنا مبكرة عادي، عادي، إنذار جيد المبكرة. بالنسبة للتسارعات إذا كانت موجودة أحسن وأحسن. إذا هاي صفات المخطط النظامي، يعني نبض بين 110 و 160 وفي تغير معتدلة، ما بدي أشوف تباطؤات متغيرة ومتأخرة. مفهوم؟ هاي صفات المخطط السليم. وصفات المخطط الخطير اللي بخليني اتدخل بشكل مباشر بسبب الفئه الثالثه، طبعا هون يعني هدول بيشيروا لوجود الحماض، يعني هدول مؤشر لوجود الحماض. اي ما تقول مخطط الجنين ضمن الفئه الثالثه، بكل بساطه مثل ما انكم شايفين عندي خيارين. اول خيار اسمه النمط الجيبي، تعرفوا كلياتكم شايف، تعرفوا التابع الجيبي بالرياضيات، بيطلع وبينزل، بيطلع وبينزل بهالشكل هذا. بس شفت هذا النمط هذا بعتبره الفئة الثالثة وبتدخل مباشر بني الحمل. النمط الثاني بده يتواجد معي شغلتين انذارهم سيء، اللي هن بشكل أساسي غياب التغيرية مع مين الانذار سيء؟ بطل خام. ليك وها. ومين كمان؟ بطل. متغير. ليك ها. وبطل القلب. هذول ثلاثة انذارهم سيء، إذا اجتمعوا مع غياب التغيرية انهي الحمل. لا، معك وحدة مع وحدة، معك غياب تغيري مع وحدة من هذول الثلاثة. هلا من شوي وقت قلت لكم المتأخرة إنذار سيء، بس إنذار سيء لحالة غير كافي لأنهي الحمل، إذا لحالة بحطها هون، بس إذا اجتمعت مع غياب تغيرية نحطت بالفئة الثالثة إنهي الحمل. مين هن الثلاثة؟ متأخرة، متغيرة وبطء، إذا اجتمعوا مع غياب التغيري نحن صرنا بالفئة الثالثة إنهي الحمل. لا، تحت المعتدلة، تحت المعتدلة، المعتدلة طبيعية، تحت المعتدلة هي اسمها غياب التغيرية أو تغيرية أصغرية، نفس المبدأ. يعني إذا شفت غياب تغيرية وبطء قلب فقط هي تعتبر فئة ثالثة. فئة ثالثة. إذا شفت، إذا شفت فقط نمط جيبي فقط، الجيبي ما بده شيء لحاله، إما نمط جيبي لحاله، نمط جيبي لحاله هذا بكفي إنهي، أو غياب تغيرية مع واحدة من هذول. هلا غياب تغيرية لحاله إنذاره سيء، بس فئة ثانية، بس فئة ثانية إذا لحاله، إذا لحاله، إذا شفته مع واحد من هذول، إذا اجتمعوا اثنين سوا صاروا فئة ثالثة. اه، تمام. إذا هاي هي فئات، نعم، فئات دقات قلب الجنين. نعم. لا، هلا نحن عم نحكي أثناء المخاط، كله أثناء المخاط، مثل ما لك شايف تباطؤات وتغيرية ونمط جاي، هي بتشوفها أثناء المخاط، ما هو اختبارات حيوية. هناك ما في مخاط، هناك بس بدي أشوف السجنين هذا خرجه يكمل ولا لا. تمام. هذاك جزء الاختبارات بلش فيها باسبوع 30، وينك وين الولاده؟ بس هلا نحن عم نحكي اثناء الولاده، اثناء البخار. لا لا، هون بدك تسرع بالولاده بقى حسب السبب، يعني بدك تسرع بالولاده، اما اذا كانت ولاده طبيعيه فيك تسرعها، او يعني بدك تنهي الحمل باقصى باقصى فتره بحيث ما يتاذى الجنين. الفئة الثانية هي الفئة لا فيها صفات، لا يعني أي شيء ما بوجود، لا هون ولا هون بعتبروا فئة ثانية. لا، صاروا تباطؤ متغير مع بطء قلب. والله شو هالسؤال صعب كثير، ما مر علي. بيشتركوا مع بعضهم ليش؟ إيش رأيك أنت؟ إذا بالأصل عندك بطء قلب، لسه بده ينزل كمان أكثر من هيك؟ مع ما بيجتمع مع بعضه. هو أنت بالأصل عندك بطء قلب، عندك 90، بس بده يصير في تباطؤ، ما بيجتمع مع بعضه. غياب التسارع مع الفئة الثانية. ما جاي يصير. غياب التسارع. لا، ما أنا ما في غياب تسارع. قلت لك غياب التسارع على وجود التسارع مؤشر موصوف. غيابه لا، ما مؤشر موصوف. ما هو العكس، ها؟ غياب التسارعات خلاص تعتبره هون. بس غياب التسارع نحن بنعطيه فرصة، يعني إذا شفنا غياب تسارع ما بنقول خلاص غياب تسارع، بدنا نرجع نتأكد 100%. في عنا شغلات تانية نحن بنخلي الجنين يتنبه غصب عنه. شو هي؟ إلا ما تدخلوني بشغلات بدي طالبكم فيها. لا خلاص سافر خلاص. طيب معلش. هلا التسارعات، إذا أنا عملت إنستيف شفت الجنين مثلا، إذا حاطت الجنين على المرقاب وشفت ما في تسارعات بفحص نسائي بتنبه له الفروة. مجرد تنبيه الفروة، إذا كان وضع الجنين كويس بيستجيب بيصير عنده تسارعات.
اذا ما صار عنده غياب، اذا صار عنده غياب تسارعات، هي انا بقى بحطها هون، بدي اشوف ما بتحطها هون وبراقبها لوين بدها تتطور، بدي اشوفها لوين بدها تتطور. فانا عندي اختبارات، عندي اختبارات تانية. هلا انا عم احكي لكم الاساسيات، اساسيات ما بدنا نتدخل بالامور التفصيليه. يعني ممكن انا احيانا اذا الجنين ما عجبني بنكشه، يعني ما في مشكله، بحركه من خلال البطن. هلا في احيانا ممكن اجهزه اسمها الفيبرو اكوستيك، يعني هاي الاجهزه بتنبه، طبعا ما موجوده عندنا، كمان هاي بتعطي اهتزاز سمعي، كمان بتسرع نبض الجنين. فنحن بنعتمد اكثر شيء على الفحص النسائي. وقت اللي بشوف غياب التسارعات بفحص نسائي، بنبه الفرو بألمه للجنين، اذا تألم وكان كويس بيستجيب التسارعات، فما باخذ مباشره قرار بغياب التسارعات. دائما عندي شيء اسمه اختبارات اضافيه، وبشكل اساسي هو هذا تنبيه فرويه الجنين. خذوا بهالعلم لكم، كلهم مطالبين فيه، خالصين طبعا.